حيد جهاز الاستخبارات التركي عبر عملية في شمالي سوريا خليل منجي عضو تنظيم البيكاكا واي بي جي الإرهابية الذي لعب دورا رئيسيا في تخطيط وتنفيذ التفجير الإرهابي بشارع الاستقلال في اسطنبول. أفادت مصادر أمنية للأناضول أن جهاز الاستخبارات توصل لمعلومات حول وجود منجي في مدينة القامشلي التي يسيطر عليها بي واي دي وواي بي جي بمحافظة الحسكة شمال شرق سوريا. لفتت إلى أن الاستخبارات التركية قامت بتعقب منجي الذي تم توفير الحماية له من قبل التنظيم وكان على تواصل مع قياديين في واي بي جي. أفادت أنه تم تحييد الإرهابي خليل منجي عبر عملية في القامشلي في 22 من شباط فبراير الجاري، ويشار إلى أن منجي هو الذي قام بتوجيه منفذ الهجوم الإرهابي أحلام البشير وبلال حسان وأمن هروب الأخير إلى خارج تركيا. وقع التفجير الإرهابي بشارع الاستقلال وسط اسطنبول في 13 من نوفمبر تشرين الثاني الماضي وأدى إلى مقتل 6 مدنيين وإصابة 81 آخرين.